تور الشطر و ديريكسيون لا كوت شعرك طاير في السما ماشيري و نضربو لا بوت غير صبريالك بيضا نسليلك لوطو جديدة واللي بغيتي هديه صوص ولا مازوت نبغيه كبير النية يا أوكان دوت صفيت كاع اللي عليا بقى غي كارنيد مول الحانوت ساتو يا عمري يا نوريدة كل يوم لبسة جديدة ها موسكوها فلوت. السلام عليكم مرحبا بكم، السلام عليكم صوفيان، واليوم حبيت اني نكمل في السلسله اللي بديت فيها من فيديو ايباكس ليجند. لم تشاهد ارجع للقناه تشاهدوا نوع من الفيديوهات. نحب اني نتكلم عن اللعبه، مساوئها، محاسنها، هل هي عجبتني، اني كانها مراجعه ولا تقييم ولا اراء اللاعبين، انت سميها كما تريد. اليوم لدينا لعبتين، كان من المفروض انه تاتي اللعبه الثالثه اللي هي مايترو اكسيدوس، ولكن للاسف تلك اللعبه ما زلت ما حملتهاش، وبالتالي اليوم سنرى فقط لعبتين واللي هو ديث رالي 2. وفار كراي نيو داون. فايضا ربما تلاحظون انه صوتي نوعا ما، نحاول باقصى حد ان يتكلم معكم لانه صوتي غير موجود، ولكن مش بسبب المظاهرات، انا هذا بسبب المرض، انا مريض. ومع رغم ذلك خرجنا في المظاهرات، وانتم تعرفوا الجزائر هذه الايام ومش عاد نكونوا سياسيين. فلنبدا في الفيديو، نرى اللعبه الاولى واللي هي ديرت رالي 2.2. هذه اللعبة رائعة جدا، انا عجبتني كثير فيها، الجرافيك فيها ممتاز، الجيم بلاي رائع جدا، ولكن مش راح تعجب اي شخص. انا عجبتني لاني كل ما احبه هو الرالي، وهذه اللعبة تقوم بمحاكاة، هذه عبارة عن محاكاة. لو تريد لعبة رالي سهلة نوعا ما، ارجع لديرت رالي 4، ولكن هذه اللعبة صعبة جدا، تقدر تسميها دارك سول للسيارات. خطأ واحد ممكن يفزد عليك السباق ككل، لا وجود لا مساعدة، لا وجود أي شكل من الأشياء اللي ممكن تسهل عليك السباق، كل ما عندك هو شخص يصرخ بجانبك. اللعبة جيدة، ممتعة، قضيت وراها ساعات كبيرة، ولكن لديها مشاكل. أول مشكلة كانت أنه اللعبة اللي حملتها هناك هي مكركة بالتأكيد، وبالتالي اللعبة مجبر أنك تتصل بالإنترنت حتى لو لا تلعب ولا تستخدم الإنترنت، يعني دائما يجب أن تحصل على الإنترنت لتصل بسيرفرات اللعبة من أجل اللعبة تشتغل. هذه كانت مشكلة إنه اللعبة اللي حملتها مكركة، فبقيت إلا نلعب مجارب من اللعبة واللي هو الهيستوريكال إيفنت وتايم ترايل وغيرها من الأشياء، فبالتأكيد ما استمتعتش باللعبة كثير كثير كثير، وهذا قرار سيء بالنسبة للشركة، خاصة إنه أول في هذه السلسلة فقط اللي طبقته. اللعبة الأخرى اللي سنتكلم عنها هي فار كراي نيو داون، سلسلة جديدة من سلسلة فار كراي التي بالتأكيد ناس كثير أصبحوا الآن يزعجون منها، وناس كثير يعتبرونها أصبحت غير ممتعة وأصبحت مملة، ولكني لا طالما لقيت انها نوعا ما تعجبني، خاصة انها تتميز بشيء انا نفضل واللي هو انه لدينا القتال على مسافات قريبة. فار كراي ممتازة في هذا الشيء، ايضا انه طريقة القاتل ولا طريقة يعني تواصل مع الاعداء في هذه اللعبة دائما ما تكون رائعة، ضرب سنايبر، ضرب الاسهم، عندك خيارات وعندك اشياء كثيرة تسمح لك انك تقوم بالمهمة، بالتالي مش هنقول لك انه اللعبة رائعة، ولكن راح تحس ببعض الجوانب من المتعة. فار كراي نيو داون راح تكون 17 سنة بعد فار كراي 5، وهذه اول لعبة فار كراي تكون متصلة بلعبة سابقة، كل ألعاب منفصلة عن بعض إلا هذه راح تكمل. وربما تعرفون وحتما راح تعرفون إنه الإنترنت متخبي ولا شيء، إنه في فار كراي 5 انتهت اللعبة بانفجار قنبلة نووية. الآن راح ترجع أنت ب 17 سنة، بعد 17 سنة وتزور نفس المدينة اللي هو هوب كونتري، وهذا واحد من أفضل الأشياء في اللعبة، إنك تزور وتشوف الأماكن السابقة اللي كنت تلعب بها كيف أصبحت وكيف تحولت ولا كيف ماذا حل بها. فهذه صدقوني هذا جزء ممتع جدا، ظن انه قصة اللعبة في هذا الجزء انك راح تكون راح تقوم ضد مقاومة ولا ضد ما يسمى بقطاع الطرق ولا الهايمان اللي راح تقودهم من توأمين اللي اداء الصوتي يفتحهم رائع ممتاز وجيد، وكأيوة شخص شرير في سلسلة فار كراي فهما في القمة، ولكن مش راح تراهم دائما. بالنسبة لأسلوب لعب والاستكشاف ان نتبعوا نفس اسلوب فار كراي 5، انه المهمات راح تصبح متاحة بمجرد اكتشافك لها، ويشجعوك على انك تكتشف العالم الذي هم اعتبروه نوع جديد من العالم ما بعد الكارثة، لانه لدينا ازهار ولدينا اشجار في كل مكان، ولي عادة ما كنا دائما انه لما تأتي قنبلة انفجار دائما هذا العالم ما بعد الكارثة دائما ما يكون صحراء، ولكن هذا تصور رائع وتصور جيد، ربما احيانا يعجبني احيانا لا يعجبني، صدقوني ما حتى الان مش مقتنع به. بالنسبه للمهمات، فمهمات كاي فار كراي اخرى مهماتها عاديه
مش يعني شيء جديد، مش شيء رائع، مش شيء ثوري مثل ما كانت فار كراي سلسلة عليه. لديك الآن إمكانية إنك تلعب بالأوتبوست ولا القواعد أكثر من مرة على أكثر من صعوبة، لأنها أول فار كراي تصبح ولا تدخل فيها ما يسمى بعناصر الار بي جي. لعبة أصبحت ار بي جي، فيقولوا إنك عندك سلاح مستوى أول، والشخص اللي راح تقواجه راح يكون مستوى ثاني ولا ثالث، راح تلقى معه صعوبة في قتله. واللي لقيتها ممتعة ما أعرف لماذا، لأنه دائما يعطيني ذاك العنصر من التحدي. فار كراي لطالما كانت لعبة سهلة بالنسبة لي، ومع هذا اعطونا المستويات فأصبحت اللعبة صعبة بشكل رائع جدا. ولكن أفضل مهمات لقيتها والأفضل مهمات استمتعت بها كانت تلك المهمات إكسبيديشن، اللي تتخذك الطائرة خارج المدينة في أماكن رائعة أول شيء، ولا مهمات حسيت أنها ممتعة وحسيت أنها أفضل من مهمات القصة. إذن هل فار كراي نيو داون لعبة ممتازة؟ بالتأكيد لا. لعبة سيئة؟ أيضا هي ليش سيئة، لعبة راح تستمتع فيها في لحظات وراح تكرهها في لحظات، هذه لطالما كانت عن فار كراي. شاركوني ماذا تلعبون هذه الأيام. كالعادة كان معكم صوفيان، ونشوفكم في الجاي إن شاء الله. سلام.